يفعلوا؟ هم بانفسهم يستنبطون مشكله، لذلك عندنا في القياده عندنا طريقه تانتو مش بيدتنا نتكلم فيها، عندك سبع مواقف حل المشكلات، عندنا نظريه تسميها نظريه مثلا هيرسي وبلينشارد، كل نظريات القياده تتكلم عن عمليه اشراك الموظفين معنا. تفضل. هل الحين في السيلز عاده نقول من الموظف ركز على البيع، اذا صار عندك اي مشكله ابدا مباشره. هل هذا صحيح؟ عشان يتضرر للبيع ولا مش صحيح؟ اذا انت سالت السؤال سويت له دليل اجرائي؟ لا. طيب اذا ما فيش يرجع لك هو الان حمل عليك. الشعارات الكبيره والصغيره. المفروض تقول له ارجع لي بالاشياء غير مبرمجه. اللي مش موجوده نعم 20% في الاشياء مش موجوده عندك في الدليل الاجرائي. انا قلتها بهدف اني ما اشغله عن المبيع. هل هو الان سيشغلك انت؟ هو اللي سيحصل معاه الان انه كل ما مر بموقف اي موقف هو بالنسبه له حتى لو صغير يتصلك انت وخلاص ويجيب الحمل عليك. والله انا يا اخي كويسين بس المدير عندنا يا اخي والله العظيم يعني مدير دكتاتوري بروقراطية معناها بروقراطية معناها كلمة معناها تعني حكم المكتب يعني معناها ارجع له المكتب أي شيء صغير لا يا أخي سوي لنا خصم لا والله أنا ما عندي صلاحية لازم أرجع للمدير حتى العميل يشعر بضعف من الموظف يعني المفروض أن ندعم الموظفين الخطوط الأمامية من خلال نتعامل بالدليل الدليل 80% كله مخطط عنده وبالتالي نحن نتفرغ ل 20% أنا أبقى قائد واحد مثلا زيك الآن مهندس عنده هذه الخبرات كلها لا أريد أن أشكره بالتفاصيل أنا أبغى يتفرغ معي الأشياء اللي غير مخطط لها ويحولها أشياء مبرمجة أنا أبغى تتفرغ أنت للإبداع الخروج عن الشيء التقليدي هذا اللي أبغى يتفرغ أما لما تكون أنت مشغول من الصباح مثلا في فاكسات وإيميلات في أشياء بسيطة والعميل طلب مني مدري إيش وأنا ما قلت له يا حبيبي اكتب له خارطة تدفق فكني منه احنا بكره بنجيب الناس عندنا يومين على شبكه فرايز تدفق ليش؟ عشان نحول الاجراء من عندكم لهم. خلاص زين.